بداية سننشئ ملف جيسون الأول لنا، فبكل بساطة قم بإنشاء ملف اسمه file.json وقم بفتحه باستخدام أي برنامج لتحرير النصوص، مثلا نوتباد، جي إيديت، أي محرر. وهنا سنبدأ بكتابة جيسون. فالخطوة الأولى هو أن نقوم بفتح وإغلاق curly brackets بهذا الشكل. وكما اتفقنا إذا كنت تشاهد فيديوهات سابقة لي أن دائما نحاول عندما نفتح curly brackets أن نغلقها، عندما نفتح quotation نغلقها. افتح الشيء واغلقه مباشرة حتى لا تنسى أن تغلقه ويسبب ذلك خطأ بالنسبة لك. فبالنسبة لجيسون، فالشيء الذي سأكتبه بداخل curly brackets سيكون هو عبارة عن مفتاح وقيمة معينة، يعني key وvalue. فأنا أريد أن هذا الملف أن يعبر عن شخص ما، مثلا اسمه علي، فالاسم الأول له، فإذا هذا هو الكي. سيكون لدينا هنا الفيرست نيم له، سيكون هو عبارة عن علي. فإذا هذا هو جيسون، فايل مبسط جدا. بكل بساطة يحتوي هذا على، بدأنا بكيرلي براكتس وأنهينا بكيرلي براكتس مغلقة، وهنا هذا اسمه الكي، وضعنا حوله دبل كوتيشن اقتباس مزدوج وإشارتي اقتباس مزدوجة، ثم لدينا نقطتين رئيسيتين هنا وثم القيمة. فإذا هذه اسمها قيمة value، وهذه اسمها كي، يعني مفتاح هذه القيمة. إذا أردت أن أضيف الاسم الآخر لعلي أو last name الاسم الأخير، فعلي أن أقوم بإدخال key وvalue جديدة، مفتاح وقيمة جديدة. فبكل بساطة سأقوم بوضع comma، وهنا أيضا أقوم بفتح وإغلاق double quotation mark إشارتي اقتباس مزدوجة، انتبهوا مزدوجة وليست أحادية. وبالنسبة للأحادية تكون بهذا الشكل، لاحظوا هذه أحادية، لكن المزدوجة تكون بهذا الشكل. فبداخلها هنا سنكتب last name، هذا هو المفتاح، وبالنسبة للكي نكتب اسم العائلة هنا أو الاسم الأخير، مثلا سامي اسمه الأخير على سبيل المثال. فإذا ممتاز، فإذا الآن هذا هو جيسون فايل مجددا، فيه key وvalue first name، key وvalue خاصة باللاست نيم. إذا أردت أن أضيف key وvalue أخرى، معلومات أخرى عن هذا الشخص، فأضيف كما بالنهاية، وأريد مثلا إضافة العمر الأيج، ومرة أخرى أفتح double quotation أغلق ثم نقطة الرأسيتين ثم هنا أكتب الأيج. طبعا الأيج هو عبارة عن number، فمثلا أريد أن أكتب 8 أو 88، فإذا أكتب 8 بهذا الشكل وانتهينا. لاحظوا أن عندما أنهي آخر أكتب آخر كي وفاليو لدي بجيسون فايل لا أضيف لها كوما، يعني لا أضع هكذا، لاحظوا سيعطيني خطأ، لا أضيف لها كوما، فإذا الأخيرة بدون كوما. لكن عندما أريد إضافة سطر آخر فأضيف كوما فيما بينها. مرة أخرى الأخيرة ليس لها كوما في النهاية. فهذه من طريقة كتابة السينتاكس لفايل جيسون أو لملفات جيسون. إذا أردت أن أضيف معلومات أخرى، مثلا أريد أن أضيف هنا الكتب التي قرأها علي، فإذا books، فهذه الكتب ستكون قائمة من الكتب، يعني array من الكتب. فالarray يتم إضافتها أو القائمة يتم إضافتها من خلال يتم كتابتها من خلال square brackets أو أقواس مربعة. فإذا هنا البوكس هي عبارة عن قائمة أو array من الكتب التي قرأها. فالكتاب الأول مرة أخرى double quotation mark هذا هو الذي قرأه. أيضا هو قرأ كتاب ثاني، فإذا book 2. أيضا قرأ كتاب ثالث، فسأكتب book 3. جيد؟ فإذا مرة أخرى بجيسون قمت بإدخال key وvalue. الأولى كانت هي عبارة عن string، الvalue كانت عبارة عن string، وstring يعني سلسلة من المحارف، المحارف يعني أرقام، حروف، أو محارف خاصة مثلا at هكذا، أو هاش، أو دولار ساين، هذا ما زال يعتبر string. جيد؟ وأيضا قم بإضافة number رقم، وأيضا قم بإضافة array من قائمة من الأشياء هنا. أريد إضافة key و value أخرى،
هل علي مستخدم active؟ فيمكن أن أكتب is active أو يمكن أن أكتب active ولا أنسى double quotation mark. كل شيء ب double quotation بإشارتي اقتباس مزدوجة. فإذن الactive هل هو active؟ فيمكن أن أكتب yes وتكون هذه string. لكن يمكن أن أستخدم true or false يعني قيمة بوليان قيم صحيحة أو خاطئة، فأنا سأقول true. جيد، فهنا قمت بإضافة قيمة بوليان بداخل جيسون فايل. أيضا يمكن أن أضيف شيء آخر هنا، فمثلا نكتب هل علي advanced student، مثلا هل هو student أو طالب مميز أو متقدم، فيمكن أن نكتب false أو true، فمثلا سنكتب false. جيد false، فهنا أيضا استخدمنا قيم بوليان. أيضا نريد أن نضيف الصف الموجود به علي، فيمكن أن نكتب grade هنا أو class مثلا، لكن فعليا نحن لا نعرف أي class موجود به علي، لا نعرف هذا الشيء، هذه المعلومة غير متوفرة، وبالتالي سأضيف null. أريد أن أضيف درجات علي، فالدرجات سأضيفها marks هكذا. يمكن أن أكتب 90 يعني 90% معدله العام، لكن أنا أريد أن أضيف مثلا في الرياضيات حصل على كذا، في الفيزياء حصل على كذا وهكذا، فأريد أن أضيف object. فإذا يمكن أن أضيف هنا أيضا object هنا وأقول أن في الرياضيات لا ننسى كل شيء محاط بدبل كوتيشن، خاصة السترينج. إذا كتبت string يجب أن أضيف دبل كوتيشن. فإذا بالرياضيات حصل على 90، باللغة العربية حصل على مثلا، دعنا نقول حصل على 100، باللغة الفرنسية مثلا علي حصل على 80 وفقط. مرة أخرى آخر عنصر هنا لدي لا أضيف له كومة، يعني لو أضفت كومة هنا سيعطيني خطأ. جيد، ولا أضيف كومة هنا أيضا، لأن هذه الماركس هي آخر عنصر، وآخر عنصر لا يجب إضافة له كومة بالنهاية. فإذا للمراجعة بشكل سريع، أنا لإنشاء فايل جيسون بكل بساطة أبدأ بكتابة هنا لدي curly brackets بهذا الشكل، وثم أبدأ بكتابة key وvalue. الكي كلها يجب أن تكون محاطة بإشارتي اقتباس مزدوجة، وبعد كتابة كل key وvalue أضيف كومة أو فاصلة، لكن آخر key وvalue لا أضيف لها كومة. بالنسبة للvalues يمكن أن تكون string يعني سلسلة من الحروف المحارف، يمكن أن تكون number رقم، يمكن أن تكون قائمة من الأشياء يعني array، يمكن أن تكون قيمة boolean يعني إما true أو false صح أم خطأ، يمكن أن لا يوجد أي قيمة يعني null، ويمكن أن تكون object أيضا، ويمكن أن تكون object بداخلها أيضا object. فمرة أخرى لو أردت مثلا أن أضيف هنا الأدرس أو عنوان سكن علي، فسيكون هو عبارة عن object هكذا. فمثلا هنا نضيف الكونتري المدينة الموجود فيها علي، فمثلا كتبت country خطأ، فإذا المدينة الموجود فيها علي مثلا الأردن، أكتب فاصلة البلد، عفوا أنا قلت المدينة أقصد البلد، المدينة الموجود فيها مثلا عمان. أما إذا أردت مثلا أن أضيف يعني العنوان بشكل تفصيلي، مثلا أكتب هنا details، يمكن أن أضيف object هنا مثلا street، مثلا الشارع الأول، يمكن أن أضيف هنا zip code مثلا الذي يمكن أن يكون 111. ولاحظوا هنا أعطاني خطأ لأنني نسيت أن أضيف النقطتين الرأسيتين هنا، فعلي أن أضيفها بهذا الشكل. وأيضا يمكن أن أضيف مثلا هنا شيء آخر، مثلا العنوان رقم البناء، فإذن البيلدينج، وهنا أضيفه مثلا 47 على سبيل المثال. جيد، فيمكن أن أضع object بداخل object، وهذا مفهوم اسمه nested object بداخل JSON. فإذن هذه هي طريقة كتابة بيانات معينة بداخل ملف JSON. لكن لاحظوا في هذا الملف أنا فقط أضفت علي، ماذا لو أردت أن أضيف أشخاص غير علي؟ فبكل بساطة، فإذا هنا لدي object صحيح، فأنا أريد بداخل object JSON أن أضع
array من الأشخاص، معلومات قائمة من الأشخاص. فإذا هنا يمكن أن أكتب هكذا مثلا people مثلا، وهنا تكون هي عبارة عن array، وكل عنصر من هذه الأري بهذا الشكل يمكن أن يكون شخص ما. فمثلا في حالتنا سأأخذ علي هنا وأضعه هنا بالداخل. طبعا لاحظوا يعطيني خطأ هنا، هل يمكنكم معرفة سبب الخطأ؟ بكل بساطة لأنني نسيت الدبل كوتيشن بهذا الشكل. فإذا لنرتب الملف ولنرى النتيجة. فإذا لدينا مرة أخرى كيرلي براكتس الأولى التي نفتحها عند كتابة جيسون فايل، ثم لدينا هنا الكي، الكي في حالتنا الأشخاص، وهنا لدينا array من الأشخاص، قائمة من الأشخاص. الشخص الأول هو علي، ويمكن بكل بساطة أن أكرر علي، فبكل بساطة هنا أكتب كما هنا وأضيف شخص آخر، لأن لدي أريد أن أضيف عنصر آخر من array الأشخاص، فعلي أن أضيف كما، وهنا أكتب مثلا first name، مثلا جاد، مثلا last name أيضا جاد، مثلا العمر 10 سنوات، الكتب مثلا 5 6، مثلا أيضا الكتاب الثالث، هل active false، هل advanced student false، الكلاس مثلا نقول مثلا الكلاس 8، والعلامات مثلا نغيرها 50 مثلا 50 هنا، ونضيف هنا مثلا الادرس مثلا الجيريا، المدينة لا أعرف المدن بألجيريا حقيقة، فإذا الشارع مثلا 5، وهنا زيب كود هكذا، والبيلدينج مثلا 100 زيت. فبهذه الطريقة أنا قمت بإنشاء جيسون فايل فيه الأشخاص، قائمة من الأشخاص، والآن يمكن أن أخذ هذا الملف وأن أستقبله بأي تقنية، أقوم بتحليله وأعرض هذه الداتا الموجودة في هذا الملف من خلال تلك التقنية. فإذا أصبح لدي ملف جيسون ممتاز، لا ماذا بعد؟ ما الفكرة؟ ما الغاية من استخدام هذا أو كتابة هذا الملف؟ هذا الملف يمكن فعليا أن أجلبه مع بأي تقنية وبأي لغة أنا أستخدمها وأقوم بعرض بياناته. نفس هذا الملف دون أي تغيير، يعني أجلب ملف فايل جيسون مثلا وأستخدمه مع البرمجية الفلانية، يمكن ذلك، أو أجلب فايل جيسون وأستخدمه مع تقنية تستخدم لغة جافا سكريبت، أو أجلب فايل جيسون وأستخدمه مع تقنية تستخدم بايثون أو تستخدم بي اتش بي أو تستخدم أي شيء. فهذا الملف يمكنه أن يعمل مع أي لغة كانت، مع أي تقنية كانت. فإذا هو مهم جدا ومفيد جدا من ناحية تبادل البيانات. فإذا أردت أن أرسل هؤلاء الأشخاص أو بيانات هؤلاء الأشخاص لتقنية تعمل بلغة بايثون يمكنني ذلك، إذا أردت أن أرسلها لتقنية تعمل بلغة PHP يمكنني ذلك. فإذا طبعا كل هذه التي ذكرتها هي عبارة عن لغات برمجة، والغاية من الذي قلته قبل قليل هو أنني أريد أن أوضح أن ملفات جيسون تستخدم لتبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة، بين التقنيات المختلفة، بين البرامج المختلفة، بغض النظر عن لغة البرمجة المبنية عليها تلك البرمجيات أو تلك الأنظمة. والآن سنرى مثال حي على ذلك. فإذا الطريقة الأساسية أو الفكرة الأساسية بالتعامل مع ملفات جيسون أو مع معلومات المكتوبة بلغة جيسون بأي لغة برمجة هي التالي. هو بداية أنني إذا أردت أن أبني هذه الجيسون فبكل بساطة أبنيها، الآن سنرى كيف سنبنيها، وبعد ذلك أحولها لسترينج. فإذا ستكون بداية لدي جيسون أوبجكت ثم أحولها لسترينج، وسترينج هو سلسلة من الحروف والمحارف، وبالتالي يمكن الآن أن أنقل هذا السترينج إلى أي نظام أريد. فمثلا يكون لدي هنا هذا النظام رقم 1 وهذا النظام رقم 2، أو هذه جزئية مثلا 1، هذه جزئية رقم 2، هذا برنامج 1، هذه برنامج 2، هذه لغة 1، لغة برمجة 1، هذه لغة برمجة 2. فبكل بساطة أنا لدي هنا بيانات أريد أن أنقلها للرقم 2. بكل بساطة ماذا أفعل؟ بداية أبني هذه البيانات التي أريدها، وبعد أن تكون مبنية للشيء الذي سيحدث أنني أحولها لسترينج،
ثم أنقل هذا السترينج من 1 إلى 2. جيد؟ عندما يأتي نظام رقم 2 ويستقبل string JSON، فهو سيحول string JSON مجددا لطريقة لأوبجكت أو شيء هو يستطيع التعامل معه، وسيحصل على البيانات. فالمهمة الأساسية رقم 1 بملفات JSON هي تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة. حتى لو كان هذا النظام مرة أخرى مبني على لغة رقم 1 وهذا مبني على لغة رقم 10، لا يهم. جيسون هو تفهمها كل الأنظمة، تفهمها كل اللغات، ويتم التعامل معها مرة أخرى بهذه الطريقة. بداية نبني المعلومات التي نريدها، نحولها لسترينج، وفي الجهة الأخرى نحولها، نعيد فكها. هذا الشيء مثلا بجافا سكريبت، تحويل جيسون لسترينج، هذا اسمه ترينجفاي، وتحويل المعلومات التي لدينا لجيسون سترينج. أما العملية العكسية هذا، أن نحول من سترينج جيسون لشيء، هذه نسميها بارس. جيد؟ نحلل هذا السترينج لجيسون أوبجكت. الآن بداية سأريكم كيف تتم هذه العملية بلغة جافا سكريبت، وسأريكم أيضا أمثلة عن بايثون وبي اتش بي. فإذا لنبدأ. للتتبع معي بهذا القسم، افتح أي موقع إلكتروني على سبيل المثال جوجل، وقم بالنقر على inspect هكذا أو تفحص، وثم قم بالنقر على console. فإذا الآن سنباشر بكتابة كود جافا سكريبت. إذا كنت لا تعرف جافا سكريبت لا مشكلة، تتبع معي وحاول تقليد ما أكتب أو كتابة ما أكتب. جيد؟ فإذا بداية نريد كما تعلمنا بهذا الرسم، الخطوة الأولى هو أن ننشئ المعلومات التي نريد حسب اللغة التي نتعامل معها. فإذا نحن الآن نتعامل مع جافا سكريبت، فسنكتب المعلومات بطريقة جافا سكريبت. فإذا بداية سأنشئ كونستنت باستخدام جافا سكريبت، وسأسميه مثلا علي انفو، فيه معلومات علي، وستكون هذه عبارة عن object، شيء بداخله. الآن سأكتب معلومات علي. بداية سأكتب النيم الخاص بعلي الذي سيكون علي، والايج الخاص عمر علي سيكون 5 سنوات فقط. فإذا هذه هي علي انفو. طيب الآن قمت بإنشاء البيانات. لاحظوا أيضا هي عبارة عن key و value. هنا أنا الآن أكتب جافا سكريبت، لا أكتب جيسون، لأن عندما نكتب جيسون يجب النيم أن تحاط بدبل كوتيشن. أنا لا أكتب جيسون، أنا أكتب جافا سكريبت، وبالتالي هنا الكي نيم وهذه value، وكي ايج وهذه value 5. فإذا الآن أريد أن أقوم بالخطوة رقم 2، والتي هي أن أقوم بسترينجفاي لهذه الجيسون حتى أهيئها لتذهب لمكان آخر. فكيف ذلك؟ فبكل بساطة سأكتب const علي string. جيد؟ والآن علي، عفوا، سأكتب جيسون بهذا الشكل dot strengthify، وثم أدخل هنا علي info. فإذا المعلومات انتهى. فإذا الآن أصبح لدي علي string موجود هنا. لاحظوا هذا هو جيسون string. فأنا قمت بهذه العملية رقم 2، حولتها لسترينج حسب اللغة التي أتعامل معها بالنظام رقم 1، والتي كانت جافا سكريبت، لغة جافا سكريبت. والآن يمكنني أن أرسلها للنظام رقم 2. طبعا الآن لا يمكنني أن أريكم كيف سأحولها للنظام رقم 2، فقط سنتعامل مع جافا سكريبت. لكن سنفترض الآن أن نحن الآن بالنظام رقم 2، فبعد أن يستلم النظام رقم 2 جيسون string، يريد أن يقوم بتحليله بفارس له حتى يحصل على المعلومات. يريد أن يعرف من هو علي وما هو عمره. فبكل بساطة الآن أنا في النظام رقم 2، يعني أفترض ذلك، وسأقوم ب get info أو get علي مثلا، والذي سيكون هو عبارة عن json.parse، وأدخل هنا string. ف get info أو علي info مرة أخرى ستكون هي عبارة عن نفس المعلومات التي استقبلتها بالطريقة الأولى. فإذا هذا هو استخدام لجيسون. فإذا مجددا جيسون بشكل
أساسي تستخدم بتبادل البيانات، تبادل المعلومات بين الأنظمة المختلفة. فبكل بساطة أنا أقوم بإنشاء البيانات التي لدي والتي أريد إرسالها لنظام آخر، أحولها لجيسون سترينج حسب الأوامر الموجودة باللغة التي أتعامل معها، بالجهة الأخرى أقوم بتحليلها وأحصل على البيانات. كما وعدتكم سأريكم الكود أو الاستخدام جيسون بلغات أخرى. فبالمثال الذي طرحناه هنا، لو كان النظام الأول يستخدم لغة مثلا كما قلت جافا سكريبت أو بايثون أو بي اتش بي أو أي لغة أخرى، سيستطيع التعامل مع جيسون، وأيضا النظام الثاني نفس القصة. فماذا لو أحد الأنظمة هذا هي تعامل مثلا مع كود بايثون؟ فأنا كتبت كود فقط، سأريكم إياه هذا الكود، أيضا ستجدونه في صندوق الوصف، وهذا الكود كود بايثون للتعامل مع جيسون. فقط أريدكم أن تنظروا إليه، لا داعي لفهمه، لا داعي أن تعرفوا بايثون، فقط انظروا للكود وحاولوا أن تفهموا الفكرة فقط، أكرر الفكرة فقط. فهنا بكل بساطة باستخدام جيسون، باستخدام بايثون، قمت بإنشاء هنا يمكن أن نفكر بها الديتا التي نريد أن نقوم بإرسالها من النظام الأول للثاني، وهذه الديتا قمنا بإنشائها بهذا الشكل باستخدام بطريقة بايثون، وثم قمنا بتحويلها لسترينج. فإذا هذه هي طريقة بايثون لتحويلها لسترينج، وأصبحت لدي هنا سترينج. فلو قمت أنا مثلا بتنفيذ هذا الملف، فإذا السطر الأول سيعطيني السترينج الخاص ب جيسون، جيد؟ فعفوا لنعد للملف. أما بالنسبة هنا بالمكان الآخر، قمنا باستقبال string جيسون، فإذا هنا لدينا هنا string آخر هو string جيسون، ونريد أن نحلله. فإذا هذه هي طريقة بايثون بتحليل هذا السترينج وباستخدام جيسون دوت لودز، وثم سيعرض لي النتيجة. فإذا لاحظوا الآن كيف سيظهر هنا، واضح؟ نفس الموضوع يمكن أن نكتبه مثلا، هذا لو كان النظام الأول يستخدم بايثون وأرسله لنظام آخر يستخدم PHP، لكن PHP استقبل ماذا؟ النظام الثاني. حتى لو استخدم لغة أخرى ماذا سيستقبل؟ سيستقبل string JSON، وهو يستطيع التعامل معه. فبكل بساطة أنا كتبت كود لهذا الموضوع مرة أخرى. المطلوب فقط أن تفهموا الفكرة، ليس المطلوب أن تكون خبير بالبرمجة، فقط افهم الفكرة. فإذن هنا مرة أخرى قم بإنشاء الداتا، الخطوة الأولى التي اتفقنا عليها بطريقة PHP، وثم قمنا بتحويلها لسترينج، وثم قمنا بطباعة هذا السترينج على الشاشة. فإذن الآن سترون هذا السترينج ب PHP. فإذا قمت بتنفيذ هذا الملف، فإذا السطر الأول هو جيسون سترينج ب PHP. فإذا مرة أخرى نكمل، هنا لدينا ب PHP data، النظام الثاني هنا استقبل string لدينا هنا string جيسون، فيمكنه أن يحلله. فإذا هذه هي طريقة PHP بتحليل الجيسون data، وثم سيتم عرضها الparse data هنا. فإذا مرة أخرى لو قمت بتنفيذ هذا الملف، فإذا هنا قام بتفكيك السترينج وتحليله وعرض لي الداتا باستخدام PHP. فإذا أحببت أن أريكم أن مهما كانت اللغة التي أنت تستخدمها، يمكن أن تعبر عن البيانات بصيغة جيسون، ويمكن أن ترسلها للأنظمة الأخرى، والأنظمة الأخرى مهما كانت اللغة التي تستخدمها أو النظام أو التقنية سيستطيع تحليل جيسون والحصول على البيانات. فالهدف الأساسي من جيسون هو، يجب أن تقول بكل ثقة، تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة. الشيء الأخير الذي أريد أن أستعرضه بموضوع جيسون هو أن جيسون تستخدم كثيراً بطلبات الـ API، وسأعطيكم مثال على هذا الموضوع وماذا يعني الموضوع كله. أنا أعرف أنك على الأغلب لا تعرف حول هذه المواضيع، لكن ليس المفروض أن تفهم كل شيء، المفروض أن تفهم الفكرة. فأنا أستعرض الفكرة أمامك، وعندما تستخدم تقنيات مختلفة ستصبح خبير بالموضوع بشكل تدريجي. فالشيء الذي قلته قبل قليل، أن لدينا نظام رقم واحد هنا، ولدينا
نظام رقم 2 هنا، والشيء الذي يحدث أن بي جيسون يمكننا تبادل البيانات بينها. لنفترض أن النظام رقم 1 هو عبارة عن موقع إلكتروني، وهذا النظام رقم 1 سأريكم إياه. لنفترض أنه هو هذا الموقع هنا، فعندما يقوم الشخص، مجرد الشخص أن يقوم بالطلب من هذا الموقع، ما الشيء الذي سيحدث فعليا؟ بما وراء الكواليس سيتم الطلب من جهة معينة، من نظام آخر متصل بهذا الموقع، يطلب منه اجلب لي المعلومات حتى أعرضها هنا. هذه المعلومات هي في حالتنا الوصفات الطعام، فنريد وصفات طعام أن نعرضها هنا. الآن الوصفات يعني تظهر، يعني تظهر بشكل سريع جدا، تظهر على الشاشة، لكن ماذا يحدث وراء الكواليس؟ هذا الشيء الذي نناقشه. فسيتم هذا الطلب، فهذا النظام الذي لديه الوصفات سيعيد لنا الوصفات، وبالتالي يمكننا أن نعرضها هنا. لكن ما الفكرة بالموضوع؟ لماذا أقول كل هذا؟ لأن النظام الثاني يمكن أن يعيد الوصفات بصيغة جيسون، وهذا النظام يفككها من هنا وثم يعرضها. فإذا لنرى ذلك بالكود بشكل سريع جدا، لنرى ذلك كيف يحدث بالكود. بداية النظام رقم 2 الذي لديه البيانات هنا بصيغة جيسون، ها هو سأريكم إياه. فإذن هنا هذه هي وصفات الطعام، هذه هي وصفات الطعام المختلفة التي سنعرضها هنا. فإذن النظام رقم 2 ها هو لديه وصفات الطعام بصيغة جيسون، النظام رقم 1 طلب من النظام رقم 2 هذه البيانات، فالنظام 2 أرسل له البيانات بصيغة جيسون. الآن هذا النظام سيحلل هذه البيانات، فكيف ذلك؟ سأريكم الكود حتى تروا الأمور بشكل عملي. بكل بساطة النظام رقم 2 الشيء الذي سيفعله، هنا مرة أخرى حتى لو كان هذا الكود سنسكريتي بالنسبة لك، ركز وافهم الفكرة فقط. فسيقوم بالطلب من النظام الأول. ماذا سيطلب منه؟ سيطلب منه الوصفات. مجرد أنني أقوم هكذا بنقر على إنتر وطلب هذا الموضوع، سيتم تنفيذ هذا وطلب الوصفات من النظام الثاني. النظام الثاني فعلياً سيرسل الديتا التي لديه بصيغة جيسون، وأنا علي أن أقوم الآن بتحليل الاستجابة التي حصلت عليها بصيغة جيسون بالنظام رقم 1، وثم عرض هذه الأشياء بالطريقة التي أنا أجدها مناسبة. فإذا الموضوع الأساسي هنا الذي لدينا هو أن استخدمنا جيسون بتبادل البيانات بين الأنظمة كالمثال السابق، وأيضا المثال الحالي استخدمناها بشيء اسمه API الذي هو Application Programming Interface. هذا موضوع آخر سنشرحه بفيديو آخر، لكن هذه هي الفكرة الأساسية من جيسون، تتيح لنا تبادل البيانات، غير أنها تتيح لنا تبادل البيانات يمكننا باستخدام جيسون أن نقوم بالتعبير عن البيانات بطريقة human readable، يعني يمكن أن الإنسان أن يقرأ. اذهب لأي إنسان واطلب منه أن يقرأ هذا الكود، نوعا ما سيفهم، سيقول هنالك شخص اسمه علي والاسم الأخير سامي عمره 8، سيفهم، لأن طريقة كتابة جيسون هي طريقة مفهومة من قبل البشر. وهذا فقط. قبل الانتهاء من هذا الفيديو أود التنويه أن الأكواد التي كتبتها بفايل دوت جيسون والكود الـ PHP وكود بايثون موجود بصندوق الوصف من خلال هذا الرابط، ستجدون هذا الرابط هنالك، وهنا يمكنكم رؤية الكود الذي كتبته بهذه المواضيع إذا أردتم العودة إليه. إذا بدأت هذا الفيديو وأنت لا تعرف جيسون، الآن أصبحت تعرف جيسون وتطبيقاتها واستخداماتها.